صراحة اتضايقت انه لا انا بستنى فيها وكان ضايل يعني شوط كتير صغير وخلص يعني بوصل ان شاء الله للأولمبياد. فلما تأجلت صراحة في بداية الموضوع اتضايقت، وحتى انه في يوم في بعديها بيوم انا ما تمرنت، اخذت راحة. بعدين لما اخذت اليوم هذا الراحة قعدت افكر انه انا ليش عم افكر في طريقة سلبية، طب لا ما هي ممكن هاي السنة اللي تأجلت انا يكون تمريني زيادة، اشتغل حالي اكتر، ممكن اكون جاهزة اكتر، من ما انه يعني صرت افكر في ناحية ايجابية انه هي تأجلت لا تأجلت لخير.